أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن you
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء
فاصبر إن العاقبة للمتقين. صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. هكذا خط الإيمان والإسلام. استمعنا إلى طب القلوب ودوائها من فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ إبراهيم الشكر، قارئ الشهير بجمهورية مصر العربية والمقيم بقرية الحديد. أما مكبر الصوت لنار الكهربائية، اطلب المتوكل على الله الحج مبروك الأسمر، مقيم ومعروف هذه البلدة العامرة.